الاستغفار أولا والاستغفار آخرا. يعني من الملحوظات الطريفة الموجودة في هذا الحديث العجيب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد نال مرتبة الصديقية، ترى أشرف المقامات الإيمانية التي يمكن للخليقة أن يصل إليها هو مقام الرسالة والنبوة، لكنها لا يمكن أن تقع من العبد بارتياض ذاتي ومجاهدة وعبادة، لا يمكننا مطلقا أن نصل إلى مرتبة الرسالة والنبوة بمحض عبوديتنا. طيب ما هي المنزلة اللي يمكن يتحقق للإنسان أن ينالها؟ يستطيع أن يتناول الأسباب التي تفضي به إلى رتبة الصديقية، أرفع المقامات. طيب هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد نال الصديقية متى؟ مو بهذا الحديث، نال لما قال لئن كان قاله لقد صدق فلقب بالصديق، فصديق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصل إلى رتبة الصديقية لم يرشده صلى الله عليه وسلم يقول دامك وصلت الصديقية أطلب من الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة، أطلب من الله عز وجل أن تكون رفيقي في الجنة، أطلب من الله عز وجل كذا، وإنما أرشده إلى مقام يتوهم كثير من الخلق أنه مبادئ الطريق، إن خط الاستغفار هذا أول شيء. لما أصير صاحب ذنب ومعصية ما حظيت بالرجل الصديقية أول شيء أستغفر الله، وإذا استطاع الإنسان أن ينزع نفسه من الذنب والمعصية فيتوب إلى الله ثم يتدرج في المنازل.